ليلى بنت خلفان الرحبية، مهتمة جدا في مجال المسرح، سعيدة بحضور مهرجان سندان لمسرح الشارع بالتعاون مع فرقة الدن للثقافة والفن. تجمع ثقافي جميل، سعيدة جدا بلقائنا مع الوجوه الشبابية، ناس صارنا فترة طويلة ما شفناهم بسبب كوفيد 19. أتمنى أن تستمر مثل هذه المهرجانات، وأشجع الجماهير العمانية أيضا بالحضور. الحقيقة حضرت ما يقارب للآن 7 عروض متفاوتة ممكن نقول، بس حبيت أن الشباب صاروا أكثر جرأة، حضورهم صار أفضل، يعني الأفكار تنوعت. وسعيدة أيضا أن مختلف الأجيال من المسرح حاضرة اليوم مع بعضها البعض. إن شاء الله تستمر مثل هذه المهرجانات، وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح.